ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما يعود سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد الخزرج، خرج النبي يعوده فمر على جماعة، هذا في أول قبل بدر يعني أول الهجرة، فمر على جماعة مختلطة يهود وثنيون ومسلمون جالسين مع بعض، أبناء عمومة كلهم أهل المدينة، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قبل أن يظهر النفاق، كان في ذلك الوقت يعلن الشرك والكفر، قال لقد آذان نتن حمارك أو غبار حمارك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد لا تغشانا في مجالسنا، لأن النبي دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، قال لا تغشانا في مجالسنا ولا تسمعنا هذا الكلام، الذي يريد أن يسمع منك يأتيك، هذا عبد الله بن أبي بن سلول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن رواح وكان جالسا معهم، لأن المجلس قلنا مختلط فيه يهود ومسلمون وثنيون، فقال عبد الله بن رواح بل يا رسول الله اغشنا والله إنا لنحب أن نسمع كلامك، يعني يرد على عبد الله بن أبي بن سلول، فصار كلام بين الفريقين، فانطلق النبي وتركهم، ثم أتى سعد بن عبادة يزوره مريض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة أما سمعت ما قال أبو الحباب، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، قال أما سمعت ما قال أبو الحباب، ثم ذكر له ما حدث. فسعد بن عبادة يهون على النبي، لأن عبد الله بن أبي بن سلول أيضا من الخزرج ورأس من رؤوس الخزرج، يعني من كبارهم، فقال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هون عليك، إن هذا الرجل كان قد اتفق عليه أهل المدينة من الأوس والخزرج واليهود على أن ينصبوه ملكا، يعني على المدينة، وكانوا يصنعون له التاج، حتى أتيت فأفسدت عليه كل شيء، يعني ضاع عليه الملك بسبتك أنت، فأعذره يا رسول الله، يعني تحمله يا رسول الله. فنزل قول الله تبارك وتعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم قال سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا، يصبروا أصبروا، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ويأمرنا نحن كذلك فيما يصيبنا من الابتلاء، أصبر وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، يعني ليس كل أحد يستطيع أن يصبر ويتقي، هذا إنما يستطيعه أصحاب العزائم